السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام نرحب بكم في قناتكم الجميلة رحمة من الله انتشرت خلال الساعات الماضية جلسة تصوير بعنوان حب في العزل وهي لشاب وفتاة أعلن خطبتهما داخل مستشفى العزل بالمنصورة وتداول رواد التواصل الاجتماعي الصور وإنهالة التعليقات عليهما بين عبارات التعاطف والتهنئة وقد تكاثرت الأقاويل منذ نشر جلسة التصوير على أن الشاب مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والفتاة تعمل ممرضة بنفس المستشفى الذي يتواجد به الشاب وجمعتهما قصة حب كسرت ظروف العزل فالمعروف أن الحب يصنع المعجزات ولكن خرج محمد سليمان مصور فوتوغرافي وصاحب فكرة جلسة التصوير عن صمته ليوضح حقيقة الأمر وهي أن الفتاة بالفعل ممرضة ولكنها لا تعمل في المهنة بالوقت الحالي والشاب ليس مصاب بفيروس كورونا ولكنه يعمل بمستشفى، بينما طرأت الفكرة على ذهنه لتتماشى مع الظروف المحيطة في البلاد، وأكد سليمان أن جلسة التصوير ما هي إلا فكرة خارج التصوير لعريس وعروس في الوقت الحالي وقبل ليلة العمر، وهي لقطات كاجوال وإختار أحد المستشفيات كنوع من أنواع الدعاية وكانت جلسة التصوير فكرة متكاملة توحي لرواد السوشيال ميديا أنهما بالفعل مصاب وممرضة لارتدائهما الزي الرسمي للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19